نسمع اغنيه ثانيه بالسرعه البطيئه خالص ونتعرف عليها. يا ابني اسمعها زي ما انت عايز. اقول لك حاجه يا وائل. اقول لك حاجه يا وائل، طالما هم عاوزينها بالسرعه التقليديه العاديه بتاعتنا. مش عايزين حاجه. ايه رايكم؟ احنا مش عايزين حاجه. احنا طالبين. احنا طالبين. سالتونا جاوبنا. سالتونا جاوبنا. قابلوا الناس قابلنا. مش عايزين حاجه. ايه رايكم لو تغنوا مع الاستاذ مجدي؟ ما قالوش ايه رايكم نجيب لهم جاتوه الاول؟ لا والله. انا لو كان على الجاتوه والله. عشان نهدي النفوس. حلو سكه مضروب بقاله خمس ايام. احنا عايزين نهدي النفوس. حلو يا عمر فندي. لو كلهم يغنوها طالما طلبوها بالسرعه العاديه. جاتو عمر فندي. انا النهارده مذيعه. انا النهارده مذيعه مش مطربه. لا انت تغنيها مع الاستاذ هاني. استاذ الفنان النجم محمود عبد العزيز، لو سالتك سؤال تجاوبني عليه بصراحه؟ يا ابني ما انت بتساله بالظبط. هجاوب بصراحه. طب بتخاف من الضلمه؟ طبعا ممكن يعني في الضلمه تختلف. لا الضلمه بتخاف منها عموما؟ ما هو على حسب الحاله اللي تبقى فيها الضلمه دي. لو النور اتطفى بتخاف؟ لا قاعد في البيت. لا 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 مش مشكله. الاستاذ محمود ما بيخافش. طب يا ريت انا هطلب منك طلب الاول. دي مسابقه بنعملها في البرنامج بتاعنا. بنحط نيجاتيف للممثلين او مطربين وتتعرف عليهم. ده على البروجيكتور هنا وفي نفس الوقت لازم نطفي النور. طفي. ما بتخافش. كل السؤال. انا بخاف من النور الاول. انا بخاف. طفي النور. في كام ساعة؟ ايه ده؟ ده نجم معروف حضرتك مفروض تتعرف عليه. هو واقف ولا لا مش عارفه. مش عارفه؟ فاتت 30 ثانية. مش عارف هو 30 ثانية؟ وتخسر حتة الجاتول. مش مزعومة. طب هديك صورة تانية معلش. على فكرة صورة تانية. ده أنت محمود باين. مفيش حاجة. جالة فهمي. جالة فهمي. دي؟ دي واحدة. مظبوط. مظبوط واحدة طبعا. الله أكبر. ده واحدة والله. الله أكبر. فنانة كبيرة جدا. ايوه ممكن. جالة فهمي. لا لا لا. فيها شبه من ادي على سوسو نبيل كده. مظبوط. بنحيي الفنان النجم محمود عبد العزيز. طب استاذ محمود بعد اذنك الصورة التانية دي مهمة قوي. يعني ازاي مش عارفة؟ صورتك دي. ها؟ صورتك. اهلا وسهلا. هو شاكك. عادي بيقول لي صورتي بس انا فعلا مش. لا هي صورتك صح. خلاص الفرق اللي فوق ده من زمان. الفنان محمود عبد العزيز. عارف عرفتك منين يا محمود؟ من عندي النضاره. من صوتك. لا شفت صوته باين قدامي. المسابقه الثانيه للاستاذ الفنان المطرب هاني شاكر. عليك الدور انت يا مدحت. بعد تخاف من الضلمة. ايه ده؟ محطوط صح كده؟ مظبوط. الشعر لفوق والدقن تحت صح؟ مش باين. اللي حتة البق دي مش باينة يا وائل. ما يغمقش شوية البروجيكتور. هو لو نطفي اكتر من كده هي مش واضحه. لا مش واضحه قوي. مش واضحه بقول لك يعني مش باين فيه شنب. البق مش باين. هو العينين بس اللي باين. يمكن هو ما عندوش. ايوه لو يطفي شويه اهو كده. طفى. كده تقرب شويه اهو. طفى اهو. لا مش عارف يا ولد. طب شوف الصوره الثانيه برضه بعد كل. جميل ده. ايه ده؟ يونس الشاذلي. هو كوميدي برضه. يونس الشاذلي مش كده؟ لا لا لا. عرفت يا محمود؟ ها؟ ده كوميدي؟ ايه؟ يعني بص كوميدي ده؟ كوميدي طبعا. بص ده ده كوميدي. اللي على الشاشة ده كوميدي؟ من حتة البق بس. يعني يا رب يبقى تقيل. لازم كوميدي ابيض واسود يعني بتوع زمان. اسماعيل ياسين يا وائل. اسماعيل ياسين نحيي الفنان هاني شاكر. والله كويس يا عيني. الله يعافيك.
ثانيه بقى يا ريت. لا ده صعب. وده كوميدي برضه؟ طبعا. برضه ده كوميدي؟ وراحل ايضا. راحل؟ اه كوميدي وراحل. ضيف احمد. طب كويس انك انت يعني بتقربها لنا شويه. ضيف احمد؟ لا اشمعنى هاني اتنين راحلين؟ مش عارف يعني. مين ده بقى؟ الفنان الراحل عبد المنعم ابراهيم. صعب قوي. انتوا ليه بتعجزوا الناس كده؟ يعني ليه بتعملوا يعني ليه كده؟ ما تجيبوا عفريت حلو ولا عادي؟ المسابقه كتيف حلو. المسابقه بعد كده للمخرج مدحت السباعي. قوم اتعقد يا سيدي، قوم يا عم اتعقد. بقول لك المخرج الراحل. بعد الشر عليك. لا دي واضحه دي. الفنانه ماجده الصباحي. الفنانه ماجده بنحيي الفنانه. والله جدع. والله جدع. يا سيدي ايه ده؟ ايه ده؟ الصوره الثانيه. ده الفروق بين الناس وبعضها. مريم فخر الدين. الفنانه مريم فخر الدين. باينه باينه باينه. برافو عليك يا ناس. لا تستحق.